لفريق نادي العين. هذا فيليبي باستوس، هذا لاعب وسط ارتكاز، هذه كرة في المكان السليم الآن، ويتقدم ويسدد. الله، جول عيناوي ثاني. العيناوي اللي كان يقول ما سجلنا، ما سجل لنا من ضربات حرة مباشرة، ها هو يفعل ذلك. الله على طريقة التنفيذ، تمر على أفضل الحراس، مرت على سالم عبد الله في الشباك، الشباك الشبابية في غاية الصعوبة، كرة في غاية الصعوبة. وللأمانة العين يقدم أفضل 22 دقيقة هذا الموسم، أفضل 22 دقيقة للعين هذا الموسم هي الدقائق اللي تابعناها